بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو بطاقة رقم 2 من بطاقات التعلم الذاتي لمبحث الفيزياء للصف 12 علمي، وهي بعنوان تحليل المنتجات. نذكر أننا قمت بتنزيل فيديو خاص بحل جميع البطاقات بالكامل، لكن هنا بناء على طلب الطلبة يريد شرح لهذه الحلول، فسأرجع لتحليلها و عملية شرحها. أنا صفوة مصطفى ظهير، أقدم محتوى تعليمي على اليوتيوب خاص بالمرحلة الثانوية من الصف العاشر حتى التوجيه. ستجد جميع الفيديوهات في قناتي، ونبدأ على بركة الله. تحليل المتجهات إلى مركبتين. طبعا هنا يوجد طريقة، الأغلب المدرسين والمعلمين يستخدموا الطريقة القديمة، لكن هنا سنعتمد طريقة الكتاب، وهي أنك عندما يكون هناك متجه مائل بزاوية، وهذا المتجه يمكن أن نقوم بتحليله إلى مركبتين. طبعا هنا عندما أقصد متجه أقصد أي كمية متجهة، قد يكون سرعة، قد يكون قوة، قد يكون أي كمية متجهة، قد يكون تستطيع أن تقوم بعملية التحليل لها. فيتم تحليلها إلى مركبة أفقية وعلى محور السينات، وأخرى عمودية على محور الصدى، طبعا حسب موضع الزاوية كما ترون أمامكم. وتسمى الوحدة أو المركبة الأفقية أو السينية AX، طبعا لأن أنا هنا أتحدث عن متجه، لكن لو أتحدثت عن قوة سنقول FX، لو سرعة VX، حسب نوع المتجه الموجود لدي. فلكن أنا عندي المتجه A، فبالتالي AX أي بمعنى أنها المركبة الأفقية، وهنا ستأخذ A كوساين الزاوية، بحيث وهي طبعا في يوجد طريقتين، طريقة تسمى طريقة القريب وأخرى طريقة البعيد. بمعنى انظروا هنا، هنا زاوية تسمى ألفا، آسف ثيتا، وثيتا لو رأينا هنا ستجد أن محور الابتداء لها أو ضلع الابتداء هو محور السينات الموجب، بمعنى أن الزاوية ضلع الابتداء لها ضلع السينات الموجب، وضلع الانتهاء هو المتجه نفسه. لكن الزاوية ألفا هنا، ألفا ستجد ماذا؟ ستجد أن ألفا هي ضلع الامتداد لها أو ضلع الابتداء لها هو المتجه نفسه، ومن ثم ضلع الانتهاء سيكون المحور الصدى. وبالتالي هنا إذا أخذت ثيتا، وهذه التي أفضلها دائما، أنك دائما تبدأ ضلع الابتداء من ضلع السينات الموجب، وتضع ضلع الانتهاء حسب في أي ربع موجود، وتأتي بالزاوية بالكامل. لكن لو أخذت الزاوية ألفا فإنك ستأخذ الصين، بمعنى ستكون ما يسمى القريب والبعيد. لكن أنا أفضل أن تأخذ دائما كوساين، لكن أن تثبت ضلع الابتداء للزاوية دائما محور السينات الموجب. وبالمثل هنا في المركبة الرأسية ستكون بالصين، إذا أخذتها على قصة أن الزاوية ثيتا وهي الزاوية من محور السينات الموجب، أو ستكون كوساين بألفا. طبعا ما قصة القريب والبعيد؟ القريب دائما للزاوية يأخذ كوساين، والبعيد دائما يأخذ ساين، بمعنى أن هنا هذا الضلع قريب لمحور الصادات، طبعا لو أخذت الزاوية ألفا فبالتالي سيأخذ الكوساين في محور الصادات بمعنى للمركبة العمودية، لكن سيأخذ ساين للمركبة الأفقية. وهنا العكس بالنسبة لطريقة أن تبدأ وتثبت أن ضلع الابتداء للزاوية محور السينات الموجب. طبعا سأحل بالطريقتين. فهنا A طبعا متجه مراد تحليله، طبعا الـ X المركبة الأفقية وـ Y المركبة الصادية أو العمودية. طبعا هنا أشكال يريد منك أن تقوم بحلها، أنا قمت بتجهيز الحل حتى تكون هذه الأمور جاهزة لديكم. انظروا طبعا لو رأينا هنا أن الزاوية تبدأ من مين؟ تبدأ من عند السينات الموجب، فبالتالي الزاوية هنا هي 37، فبالتالي المركبة الأفقية ستأخذ كوساين، والمركبة الرأسية أو الصادية ستأخذ ساين، بمعنى ستضرب الزاوية
أو المتجه في كوساين الزاوية لو أردت المركبة السينية، وقيمة المتجه في ساين الزاوية لو أردت المركبة الصادية، وبالتالي سيكون القراءة كما ترى أمامك. وبالمثل هنا، هنا مثلا أخذ الزاوية 30، ماذا ستلاحظ؟ ستلاحظ هنا عزيز الطالب أنه استخدم طريقة القريب والبعيد. لماذا؟ لأنه لم يثبت ضلع الابتداء للسينات الموجب، بمعنى أنه أخذ الصادات فهي أقرب للصادات، وبما أنها أقرب للصادات فالمركبة الصادية ستأخذ كوساين والمركبة الأفقية ستأخذ ساين، وهي بمعنى من هو سيكون قريب لمحور الصادات هو الذي سيأخذ الكوساين، بينما البعيد عن محور السينات سيأخذ الساين. لكن لو أردت أن أثبتها مثلا يا أستاذ لا أريد هذه الطريقة، أريد أن أثبت دائما محور السينات الموجب، فلنأخذ هذه الزاوية، الزاوية طبعا هنا 30، طب هنا الزاوية كام؟ 90. إذا لو أردت أن، طبعا أنا أتحدث عن هذه الزاوية، لكن الزاوية كلها 90 و30 يعني من ضلع الابتداء السينات الموجب حتى المتجه هي عبارة عن 120 درجة. فلو أردت أن تثبت بهذه الطريقة فإن بي إكس في هذه الحالة سيكون هو عبارة عن 10 قيمة المتجه في كوساين 120. طبعا كوساين 120 هو سالب نصف، سالب نصف في 10 سيكون سالب 5 نيوتن. طبعا هنا بالنسبة للبي واي سنثبت دائما 10، ولكن ساين لأنه سأخذ السينات الموجب 120 وهي عبارة عن جذر 3 على 2، ففي المحصلة ستكون 8.66 نيوتن طبعا من 100. هذه الطريقة الثانية. طبعا بالنسبة للجزئية الأخيرة هنا مثلا ماذا ستجد؟ ستجد أنه هذه الزاوية 53 فهي أخذت من عند السينات. طبعا لك هنا عدة خيارات، طبعا إما أن تأخذ الزاوية 53 كما حددها لك، أو تأخذ الزاوية من عند السينات الموجب، بمعنى هنا 180 زائد 53 وهي ستطلع أيضا نفس النتيجة، يعني ستجمع 130 تقريبا 133، ستضع الزاوية هنا 133 أو أجربوها ستجد أنها تكون نفس الجواب، نفس الجواب. طبعا هنا يريد منك عزيزي الطالب سيارة تسير بسرعة 120 كيلومتر كل ساعة بزاوية 60 غربا، فطبعا هنا شمال غرب يعني غرب الشمال محور السينات الموجب، طبعا هنا شمال وهنا غرب، طبعا ستكون 150، فبالتالي المركبة العمودية ستكون 120 في كوس في ساين 150. طبعا ساين 150 هي عبارة عن نصف، فنصف 120 هو 60. هكذا تستطيع أن تحل لو أردت أن تثبت هذه الزاوية. إذا كان المتجه F 4 نيوتن في الشمال، فإن المركبة الصادية بمتجه تساوي بوحدة نيوتن، إذا طبعا إذا كانت أحد المحاور الإحداثية وهو يريد نفس المحور، يعني بمعنى هو يريد المركبة العمودية وهي أيضا على المحور الصادات، ففي هذه الحالة يبقى كما هو. لماذا؟ لأن الساين 90 هو عبارة عن 1، فبالتالي ستبقى كما هي. الشكل يوضح مقدار أحد المركبتين F، وعليه فإن مقدار F هنا كما ترون. في عندك أكثر من طريقة، طبعا هنا هو أعطاك الـ FY، يعني بمعنى هنا الـ FY، طبعا أنا عندي هذه قريبة لهذا، لكن أنا قلت دائما أفضل أن أستخدم هذه الطريقة أن أثبت محور السينات الموجب، فهي الزاوية هنا 30 وهنا المركبة العمودية، فبالتالي هنا F
ستكون ساين الزاوية، وهو عبارة عن ساين 30. ساين 30 هو عبارة عن نصف ضرب اف، وستساوي طبعا الاف واي هي 8، للتخلص في نصف ستضرب في 2 على الطرفين، فبالتالي الاف سيكون هو عبارة عن 16، فالجواب هو د. هكذا عزيزي الطالب تستطيع أن تحل هذه الأسئلة بسهولة. في الشكل المجاور فإن مقدار المركبة الصينية هنا نريد هذه. طبعا أنا قلت لكم دائما ماذا أفضل، أفضل أن أستخدم طريقة السينات المجاورة، لكن هنا يريد من كل المركبة الأفقية أم العمودية. طبعا نحن قلنا لو أردت القريب والبعيد، بما أنه هو قريب من محور الصادات، فإذا هنا المركبة العمودية ستأخذ كوساين، والمركبة الأفقية ستأخذ ساين، فبالتالي المركبة الأفقية هي التي ستكون اف كوساين 30، وهكذا سيكون هذا الحل صحيح عزيزي الطالب. هكذا قد أكون أنهيت هذا الفيديو. إن أردتم أن أستمر بشرح هذه المقاطع اكتبوا لي في التعليقات، وسأستمر في الشرح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.